البابا توادروس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالكاتدرائية بالعباسية، ويؤكد أن زيارة الرئيس وتهنئته في الأعياد لها تأثير قوي. وزارة التعليم تعلن أرقام جلوس وجداول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، والثالث عشر من يناير بدء الامتحانات. البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22,835 شهيداً. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق صباح الغد وانخفاض في درجات الحرارة.